بون، جمعتكم اليوم باش نقول لكم باللي عيطوا لي من الشركه، حاب يقول المديره قالت لي من اليوم وروح ما حش تكوني انت لا جيرون تاع لا بيتزايا. وعلاش؟ على حسب واش قالت، الخدامين هبلوني وما نقدرش نجيريهم، وراه جاي جيرون واحد اخر اللي قادر عليها. ونعرفوا هذايا؟ تعرفوه ومليح. شكون؟ ناني. ناني منك صح ناني جيرون. مشي حوزوه عاودوا عيطوا له راه جايو في الطريق. ليكيب كي راهو جاي ناني راح نقول لكم سي اوفيسيال راح نسلموا على دحمان. او ناني تاكو واش ديك راه ناني تي دو بلو جيرون ابيت مانا جي ترافاي افيك توا ديريكت كيس تون بونس كي تعلمت هذا بالعربيه كنت ما بغيت تخدم معايا فيد مامير. ما شافوهاش جوزنا باسي نوار ما يتنساش. ما شافوهاش سي بون خلاص هكا اوه مازال 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 لك خدمه مادام ما سمعتش لا لي كوت تاعك كي طردك دوكا هنا ما تحبسيش ومشي هنا لهيكا. انا كومبلي كاينين البلاصه انا نشوف ماشي شابه ماشي شابه بدا راه ما تاكل شابه. شفاو عليهم حقارين توما مازال ما بديناش كاع نحقروا مدام. اسمع راني عندي ليفريزو سيناني عندي ليفريزو. شفت الضرب كيفاش يرجعكم تهضروا جوست دونك انت تقول لي ليفريزون تقولش انت يا زمان كنت ليفي البيتزا وتلحق للدار ولا عند الكلينر. احمد ربي راك واقف وخالص وتزيد تطلع لبرا. شفتك كحلاوي ناني طلعنا على منا ديناينا ديناينا ناني شو دعيت لك في صلاتي ولا غير دعيت لك البارح بركوت واش كنت البارح؟ على واحد كي طلع بيت حبوا تجبدوا له الباسي واش كنت البارح؟ كنت نسرق؟ لا كنت نخدم. ايه كنت نخدم البارح مليح واليوم زد نوصيك حاجة برك توفيق هذاك خرج له الملح من عيني خرج له البرك وقسم له ودنيه وزيرهم ما زال راهو العصا ياكل شبيك الكرافاش للوجه. ربعة بيتزا خمسة وحدة من عندي هذيك ليا بدرة سقلي بدرة احكي صاحبتك يلا هو انا سيناني غني لي واش دانا الغنى انا قلت لك غني خلاص نغني كي كنتي وهي يا يا كي وليتي وهو كي كنتي وهي يا يا كي وليتي واش تقول كي كنتي وكي وليتي باش اي خلاص نبدلوها يا باش ابوها اكبر وطا خالب سيركيلاسيون مش الحكايه سيركيلاسيون الحكايه الخدمه على بالك بلي من الدوك راك خدام هنا ماشي في الشركه والو برضو انا نخدم عندك راك مري قالوا طابوا دو ان شوف البوطاب تاعك راهو يصوني وي مدام انا بيتزيريا انا نخدم عنده صح بلونجير الله يحفظك مدام سيتي الأجرة صح معليش معليش نورمال يتكسر طبسي مكسرك قلع بوشي ودنك تشوف وي العجوز صافا صافا الحمد لله وما هو ما طلعت ما والو كنت في تزاري واني حاكم لاكاس شكون خالد حمام ولا خرج من الحبس وقتها اليوم وحبيتي تباتيو لي اليوم يبدا يخدم معليش باتي ومن بعد نشوفو فيها بعد صح
هي نغسل في المعنى انا. ما نقدرش نزيد نخدم معاها. فادي ما تقدريش بلا مزيتك تخدمي. هو الجيرادة واش قالت مدام مالك؟ انا اللي حيرتني كيفاش كحلاوي راه يخدم عنده، واش جاب الشركه البيتزيريا؟ انا شكيت وحكم لي زاتو على المديره. واش ملي زاتو عنده ناني خلينا قلتلنا على بالك لو كان يفيقنا بينا قاعدين نقصرو هنا نشبعنا كفوف. صحايا كل وحده تشوف خدمتها. حماو خالي ناني وليدو صافا وشنو غير الخير واش كاين؟ هادي دخلة يا وخالك دحمان تعربو كيف خفيف ظريف. راه راه تريح حلاوي راه راه هيا ولي يخدم عندك؟ يخدم عندي وهادي دخلة خالي على قوس كاش ما يديبوزي بلانت بينا هادو الدخلات هادو هما الدخلات الحلوين واش بيك انت؟ تروي بالها وتريح ترونكيل ولي خليتك في الطاليان صدك هنايا وانت خليتك في الحبس تبعتني حتى الان ايوا خالك يسمح فيك ولا وليدو وشني حبس لي وخدام عندي هذا يروح لي واش يخدم هذا يروح لي ايه بلاص كليماتيزور حنا في الحبس وعندنا كليماتيزور الواحد خالي. اه خالي عاد نعطينا البيتزا دوك تاكل روح دوك تاكل بالعقل باك نعيط للعجوزه لا لا يا خلاص صحه قول لي وبلغوا لك سلام بالغولي سلام ولحقني يعطيك الصحة عباك 12 حلقة ونقول لهم سلموا على دحمان. إيه خالك دحمان راك تعرف كيفاه على بالي. شوف أنا هدات مع العجوز وإن شاء الله إذا كتبها بيت تبدا تخدم عندي مليحة. مليحة بزاف فوق. ودوك؟ لا دوك لا لا ما نقدرش. علاه واش عندك؟ يا ودي خرج لي آفير عندي شرع. وكيفاش خرج من الحبس اليوم وعندك آفير واحدة أخرى؟ إيه خرجت لي مدة داري قديمة تعطف لها هذيك اللي جيبتها. إيه الله يرحمها. ما ماتتش لحقت حتى للسبيطار باش ندوك هذا ما حكموني. أيا 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 قولي له يعاود يغسلو مليح أيا شوف تبدا تخدم إن شاء الله على البيتزا مليحة هذه صنعتي أنا علمتك ليها حتى تقول لي على البيتزا تا ولا إي بصح واش علمتني غير بحوزوني ما بقاش هذه البيتزا كاري من شهر خلاصت يا ودي على لي طورتشي ناني 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 كملت كاع لا ميزون بلاس خلاص توتي أوكي أيا أوكي صح شكون هو أوكي هذا؟ بني فاهم تبدا تخدم عندي البيتزا كاري ها وخالك كيف ها؟ ايه كوتي غوش صافا وشنو كوتي دابا تهرب لي الكنية ايه قول لي والعجوز ما قاتلكش على الزواج بالعقل انت خرجت من اليوم من الحبس حبيت تتزوج حبيت تخدم حبيت دير دراهم بالعقل وهاد الوليد ما تخليش يستعفى شوية حنا في الحبس وماشي هكذا هذيك في الحبس هنا راك في كويشة روح روح ويعطيني محنة ناني ناني خويا ناني مازال عندك ستار في رأيك انتيا السيدة في الليس ما وخبطني واش الحمد لله لي ما قاسكش بالموس عظام تاعي كان فتت انتي راكي تهضري يا مزياكي كانت نسين كنا نشتكيو دوكا ولا غنش داقوه راني جيرو زاد جاب لنا خالو هذاك اللي خرج من الحبس انا ودني كاع مانيش حاسابيها وانت ما ودنيك علاه ضربك الهوا شنو الهوا ناني كيجا استقبلنا بالكفوف ما خرج على خير اما انا غير واحد نوجد لوحدي نفس قالي دوكا هكذا نوري لك كاع الخدمه كش تسير تبعني ما دابا بقيت تبع فينا ولا كيفاش؟ خالي اه ابرونشي معايا اه يعني معاك نعيط للعجوز لا 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 صح منا وروح هذا رزقك اه رزقي هذا بسم الله بسم الله يا ربي اتكلنا عليك حوك علاه؟ حوك انا حطينا يا سيدي ما قلنا والو رزقك حب يقول انت راك مسؤول على هذه البلاصه اه مالا نبيعوها ولا سوق الجماعه واش تبيع؟ هاك جايب خبر وين راك؟ انا شكون؟ انت وليد اختيك يا با وانت واش راك دير هنا؟ جيت نخدم شوف اسمعني او انا عندك كلش عندك لابوراتوار على يديروا جورناليز هنا ولا؟ لابوراتوار وين طيب البيتزا؟ عندك الفور ليكات عندك لي فريكو عندك السلعه حاجه ما تخص
فهمني دونك ماذا بك انا هذا ماشي رزق يعني خدام عند الناس هادي خليها عليا كسرش راسك قول لي والعجوز قالت لك على الزواج صراحه مازلنا في الزواج هاي صال ديفات انا بيتزي جبتك تخدم خدم كي خالك يخدم وتوصخو حوايج بالفارينة شكون يغسلهم له انا حنجيب لك الطابلية والشامبو ونفحفح كاع هاي مليح وشنو تهلا حنبر لي وجهي خليها عليا بالك طلع عليك اش بيتزا نلقاها تاع 89 تمو خليها عليا هذيك اش واحد يكش ما يشر لك ولا وريهو لي ما تخليش يروح هكذاك لا اون سي جامي كش ما يخصها ولا يعطينا عقلية خبي لي الموس صاي نسيت نشوفو سي بون هاي تهلا صحيت أو نتهلا ايه ماك بتهلي فيا نتهلا هيا تهلا يعطيك الصحة يا ناني يعطيك الصحة يا وجه الخير يا بدوا واش نقطع الشرطة هذا عرس دخل شو الكلام ده بالعصية يا خالي على دير لي هكذا مصباح وانا نسنى في البيتزا قاعد لهنا يا ودي جاني يا دايف تشيكو راه هنا واش بيه تشيكو على بالك اليوم خرج منين خرج هذا؟ بالحبس خرج بالحبس جايبو لي لهنا ولا ما فهمتش انا راك حاب نعيط للدولة شوف ناني هذا بروميتو قلت له كي نخرج ان شاء الله غير تخرج تصيب بلاصة انا نخدمك ماك حتى مش دوك وليد اختي قابض كلش خليها هكذاك ولا كيف واش نخدمو ما فهمتش انا والله ما فهمت عنده صنعة تهبل واش دير انت؟ نخدم البورتابل ايه صح ما يخدمني بورتابل زعما نقولوا ايباراتور يدير دي كوداج يفلاشيهم هكذا ايه ايه لا لي بورتابل دير سيدي دوب لي بورتابل جايبو نعيط للعجوز يا ودي بكري ربيع فعلي لا لا ما تعيط لهاش واش ندير له انا هذا؟ صح خليني نحطو معايا الفور وانا ندبر راسي به زوج محبسيه في الفور ترجع حالي صاله روح روح تخدم انا دوك ندبر راسي به روح الناس يتسنى في البيتزا خالي بالك شوف اسمع انا على وجع خالي وقدامنا عندك زوج خدمات كاين سيرفور ولا بلونجر بلونجر جامي ماش بوجي انا ماشي تبلونجي بلونجر ما انت تخسر الطباسة انا خسرت الطباسة واش راك حاب ندير شي فيجيون راك خرجت من الحبس ماشي من الصوفبون على بالك طباسة بسيط بك يا خالد حمال بسيط يا خو ياك حاب نغني لك نبدا نغني لك مليح هادي انا تاني نسحق زعما واحد هكذا ارتيس يغني لي الناس كي تكون تاكل تسمع الموسيقى اعطينا تشوف رزقك انا ندنا كحيت خرج الماء من فمك اي بيك 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 ارمي بيك وين 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 الصوت تاعك المانيفيستاسيون ما يصلحش بالك تزيد تغني ابو نخسي الله يحفظك لا يا عمي دحمان خالي الهدرات اللي لفتها لي قال جيب لي غير في المهاب مون تليفون كان هنا مون تليفون تليفون تاع بنتي تليفون رجع لها تليفون تليفون وجاو رجع التليفون هاكي باتري فان هذه بيتزيريا جبتيني ليها ماما يسرق لي التليفون عاود يحطه لي ويقول لي الباتري سي دي فولور بلو جامي تعاونوا لي بيان سور بلو جامي بنتي 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 هو تك فن نقلع خمسة بيتزا وجدت
فرطوار بالي جاز النشاف شارح صار يشكون هو الشاف تبيعوا البيتزا ولا تبيعوا الخفاف اضرب بالنح واحد ما شاف ميكا بيتزا طابت خرجت صغيرة تحرقت في كويشة قتلتهم بالغيرة بيتزيريا شريكة قعراهم في حيرة عجينة تاع بيتزا جرها بغريرة عجينة مخنوقة بيتزا محروقة رزات مسروقة هادي هي كويشة حلقة جيب حلقة حكاية محلقة